السلام عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن الامارات. اليوم عندنا فيديو جديد يا جماعة، فاهم؟ اليوم يا جماعة عندنا الحلقة رقم 11 اتوقع من سلسلة سامبوسا يونايتد، فاهم؟ اليوم عندنا فيديو و اوكي اليوم عندنا حلقة فيها شهر اكتوبر يا جماعة، ونحن في المركز الثامن. الحلقة اللي طافت عدلنا الأوضاع، ومن اليوم من الحلقة هذه راح أعلن إن في جائزة يا جماعة بتنعطى حق لاعب معين يا جماعة، مني أنا شخصيا، وهي جائزة لاعب الحلقة. فاهم؟ لاعب الحلقة هاي جائزة بتنضاف لا يعني إنه ممكن إلى الكريم مود، عشان ممكن يصير ممتع أكثر، لأنه ممكن سلسلة سمبوس يونايتد مشاهدات نازلة شوي. بس اوكي اليوم يا جماعة انا بلعبها، بتم العب حتى لو مشاهداتها نازلة، بحاول اني انا ما اوقفها. فنحنا فرق بينه وبين المركز الاول اللي هو بيتر بورو، اتوقع ان الفرق بينه وبينهم يعني اتوقع 19 20 21 22 23 24 6 نقاط، 6 نقاط. فاهم؟ انا كنت عارف ان 6 نقاط بس متاكد شوي من حسبه. عندنا 6 نقاط الفرق بينه وبين بيتر بورو، المركز الاول في الدوري، واليوم بنلعب ضدهم يا جماعه. فبنلعب ضد تشارلتون تشيلنتنغهام، وعندنا جيلينغهام وشيفيلد وينزداي وبيتر بورو وبليموث ارجايل. فهم هذه له هم وش طبعا الحلقة اللي هي بتكون نوفمبر ديسمبر، يعني كل حلقة ممكن تكون لنا بنلعب فيها شهر تقريبا. فعندنا تشارلتون، خلينا نشوف هذا أي مركز، مركز 12 يعني تقريبا ممكن قريبين منه. فهم يا بنلعب أول مباراة في الحلقة، ليتس جو. فهم تنبيه بسيط، لاعب الشهر في الحلقة اللي طافت تعطيه لسيفوا، لأن سيفوا يعني سجل ممكن 3 أهداف في هذيك الحلقة وممكن أكثر يا جماعة، هو بدأ يبدع ويانا هالموسم. فيا هو لاعب الشهر، لاعب الحلقة للحلقة اللي طافت. ليتس جو للمباراة. اوكي يا جماعة، ابراهيم فورد 5 اهداف في 3 مباريات. يعني ممكن انا ظلمت اني انا ما اعطي جائزة لاعب شاب، بس لاعب الحلقة، بس لاعب الحلقة يعني لو كنا مسوينا من بداية السلسلة كان ابراهيم فورد بيحصل وايد منها يعني حرفيا. فهم قلنا انا بنعطيه اللاعب مختلف وهو اسيفوا. فهم دخول اللاعبين لأرضية الملعب مع الكابتن سافج، اتوقع انه هو اللي في التيفو ايضا. فهم يا ايضا يعني تعرفون شوي الاضاءة تعتبر عالية، عشان يعني عالية تعتبر بالنسبة لي، عشان يعني انا بشوف الشاشة بس الحين صارت شوية. اوكي تشيل الاضاءة احسن، يعني خامك الاضاءة لازم تكون شوي زايدة، حتى لو انها شوية بتعميني ما بتخليني العب عدل. هذه هي تشكيلتنا يا جماعة، هي تشكيلتنا الأساسية بدون أي تغييرات ضد تشارلتون أثليتيك. هدفنا أن نستمر في الصعود ونروح إن شاء الله للمركز الأول، ونحاول أن نصعد للشامبيونشيب. ليتس جو. كيرك كيرك أوه ماي جاد، الهدف الأول، هدف أول من تشارلتون أثليتيك. ما توقعنا هالبداية السيئة الصراحة، بس صراحة ما ادري شو اقول، يعني كاد اصطدت في البادي ودخلت في الجول، حرام. الجول ينحسب لعبهم، كلير يسجل علينا الهدف الاول. بداية ابدا ما كانت ممتازة بالنسبة لنا. اسيفوا اسيفوا حلوة، يلا يا برنت برنت، تسديدة تصدى للحارس تروح لضربة ركنية بالنسبة لنا. ان شاء الله فيها جول، ان شاء الله فيها جول. اوكي هذا تكرار. اوكي اسيف ورجعها انجرام، انجرام تسديدة لخارج الملعب.
براين فورد. فكرة حلوة لبراين الكرة فورد. تتوزع براين فيها فورد الكرة، تسديدة صدى الحارس. رائع جدا حارس المرمى، تعامل اوكي مثالي في موقف عرضية، بطولي واحد على واحد، كنت تصدي خلص من ممتاز، الحارس. ارتب اوكي الخطأ، حكم يحسب لنا بعتقد فاول، فرشة معناه قفص لكن الرمى بتحت الفرصة. ابغى اكملها. عاتكا برنات، برنات، يتقدم بشكل، برنات تسديدة حارس صدى على المرمى الحارس again. يتقدم، يبتعد ويتلم، اوكي الله على كرة في جول المنتهى ان من شاء عند الله. الشباك، فرصة خطيرة، قاعدة ممتاز حارس لا المرمى. دوامة. براين فورد يا سلام على فكرة كرة التمرير، تتخلص. فكر فيها، الحكم يقر بشرعيته. شوف اوكي الجماهير ثابت. ردة فعلها الغاضبة، غير راضية عن حكم المباراة، برنت وتلقي يلعبها، هناك ركلة جزاء لن تخلص تنتسب كرة لفريقه. عادت. انجرام، يا الله انجرام، يلا فرصة شوت يا التعادل، براين الكرة فورد. بتمر، الكرة تعدي الهدف حارس المرمى، التعادل واحد يفوز واحد، بمحلية يعطيها سي الله. ابراهيم فورد. واحد واحد في هذه المباراة. أول ما يبدأ الشوط الثاني نسجل التعادل في هذه المباراة. وحش يا براين فورد، ليتس جو. شوف تقدم الكرة جميل عادت للفريق، حركة رائعة من كانت انجرام ممتازة، بينية، وبمثابة والتسديدة قدم من براين للأمام فورد في يعني الشباك. بها هدف. فرصة الدفاع، الدفاع، للتسديد، الدفاع. أوف، الحمد تمركز لله. سليم من اللاعب، بس يعترض الكرة في اللقطة الماضية، شوي ان التقدم قد يأتي في هذه اللحظة هالتخليصة يستغل كانت الخطأ ممكن الركنية. تروح بشكل شوف افضل اللاعبين من وحركات اللي الأحمر، صار. أتوقع تغيير في هذه اللحظات. نولس خلصها. قاعد لابراهيم فود يلعبها الادوامة، فرصة ادوامة. بيدكم الكرة حلوة، وتكرار، يلا يا بنات، بنات، تقدر بنات، تدير الهدف الثاني، بنات. الهدف رائع الثاني التعاون من الدفاع، هجوم، 2 كرة 1 تلمع يسجل بالمرمى، بنات. واجهت 2 الأمام، 1 ليتس جو. الله على السرعة، هدف ثاني لمصلحة على كرة في فريقنا. منتهى الله الجمال، عليك يا ميسن. بنات راح يحتفل بهدف جميل وعطاها للفريق، بعد ذلك الإنهاء فيك شوت بتأثير وتسديدة تماما، في واجهت الشباك. الأمام ليتس وأنت جو. تحاول الوقوف، وابتدي تنتهي فرصة المباراة. لإنهاء المباراة، فزنا تقدم بنتيجة سابقة، 2-1 يا تقدم جماعة. مبكر. اوكي انتهت المباراة بفوز، هذا اللي كنا نبغاه. مع ان كنا المفروض نفوز بنتيجة اكبر من كذي، بس هذا اللي كنا نبغيه. فزنا بنتيجة 2-1 بهدفين فورد وبرنت. يا اوكي، لا تقول لي ان برنت خلاص ما يقدر يتطور. او كم شكله برنت ما يقدر يتطور، بس انا اقدر اني يعني استوعب هالشي، لان برنت حرفيا عمره 28 سنة. يعني برنت ما يعتبر صغير عشان اوكي. حارسنا الهندي على عرض إعارة مع الشراء، أنا بقول إنه تاخذون إعارة بس. فاهم يا، وصلنا للمركز السادس يا جماعة. في أندية لعبت أكثر، يعني ما في أندية لعبت أقل منه، بس وصلنا للمركز السادس. فا إبسويتش الحين المركز الأول. إبسويتش اللي تعادلنا معاهم في حلقة توقع الثامنة، اللي سافيتش سجل فيها هدف التعادل لنا. هم الحين عندهم 26 نقطة، نحن عندنا 21 نقطة، فرق بينهم بينهم 5 نقاط. مع ذلك يعني ممكن نلعب في هذه الحلقة مع مباريات، يعني مباريات مع فرق قوية. هام يعني تشيلتنهام أتوقع اسمهم، تشيلتنهام تاون. فهذا الفريق أنا أشوف أنه هو المركز العاشر، صح؟ مركز العاشر يب. يا اتوقع اني انا بسوي سكيب، بحاول ان نفوز. وفزنا 3-0. ف برنات سجل هدف وفورد سجل هدفين. يعني اتوقع ان برنات اتوقع ان جاز ثاني جائزة من لاعب الشهر بتروح ليا برنات او ابراهيم فورد، اللي مسجل 13 اهداف في 13 مباراة كالمركز الثاني في ترتيب الهدافين. يا انجرام ايضا قالوا انه هو ما يقدر يتطور عادي، لاعب كبير في السن بعد، مو بنا صغير. جيلينغام نسوي سكيب لان المباراة يعني في
في المركز 22 وفزنا. بالدي سجل لنا الهدف الثالث، فبنات سجل ومسافج سجل الهدف الأول، وبنات سجل الهدف الثاني، وبالدي سجل لنا الهدف الثالث اللي فوزنا في هذه المباراة. يعني المباراة كانت صعبة، والحين نحن في المركز الثالث يا جماعة. واو، ويلكنز يبغى يلعب. اوكي، يعني التقرير الشهري، خلينا نشوف منو اللاعبين اللي هني. اتوقع لا، ما في وايد لعيبة، ما في وايد لعيبة ممتازين. ممكن ها افضل واحد، اما الباقيين اتوقع اني برفضهم كلهم يعني الصراحة، لان ما في اي واحد يعني يستاهل انه يكون في الفريق. طبعا سويت تقرير مراقبة فرنسا، ونحن حال الموسم نركز على مواهب الأكاديمية. ف يا خذيت واحد حكم 5 نجوم والخبرة 4 نجوم. خلينا نشوف هل ممكن نجيب واحد. نقدر نجيب 4 4، بس ما أتوقع الحين بنجيب، يعني لأن الحين عندنا ميزانيتنا 2 مليون. فعندنا مباراة شيفيلد يونايتد مركز التاسع، بس اتوقع اني يعني بسوي سكيب حق المباراة. ان شاء الله فيها نفوز، فريقنا قوي. فزنا، الفون ياب جول وادواما، يعني لاعبين مو متوقعين انهم يسجلون بالنسبة لنا. ادواما ما كان باللعب الممتاز بالنسبة لنا. ف اوه ويلكنز، لاعبين ويلكنز و فالكاري يبون اتوقع ان نجدد رواتبهم. اتوقع انهم زعلانين يعني ان انا ما اعطيهم وقت لعب. فالكاري قدم طلب لاني اروح من النادي. بالنسبة لي فالكاري ما بان يلعب، طاقته 66، صح انه عمره 23، بس اللاعب يعني بالنسبة لي ما قدم الإضافة بالنسبة لي وانا لعبت فيه يعني. انا اوكي، ف يا ريتنا تقرير عروض. وواحد وفي فريق يبقى ستيوارت، ف ستيوارت اذا انت تبغى خذه بالإعارة، على سبيل الإعارة. ف هذا لا يبون ميتيلاند، يبون حارسنا الهندي لمدة 6 شهور. اوكي، فبعدنا هذا اللاعب 64، وهذا اللاعب 68، هذا 65. والحين انا ما افكر اني اتعاقد مع لعيبة مهاجمين. هذا اللاعب ممكن نشتريه، لانه جونزالو الفيس بنيبة لاعب حر، يعتبر طاقته 69 ويلعب سي ام. يا وين هذا السي ام اللي اسمه جونسالو الفيس؟ جونسالو الفيس اتوقع ان يعني الحين احنا بنتفاوض معاه بناخذه، لانه تقدر 69 يعني الصراحة شيء جدا ممتاز، تقدر جدا جدا ممتازة. بنعطيه 5 سنوات، و شو كم راتب نعطيه؟ نعطيه 3000 3000، 10000 مكافأة توقيع. وكذي قبل جونسالفو ألفيس يتعاقد معانا لاعب، أتوقع أنه هو برتغالي. يا جونسالفو ألفيس، صح أنه يعني ممكن سرعته 72، تسديد عنده 59، تمرير 69، بس أن اللاعب هي برتغالي طلع، بس أن اللاعب يعني يعتبر جيد. فيا حاليا نروح لمباراتنا ضد بيتر بو. هذه مباراة مصيرية، أنا عشان شي ممكن أروح للمؤتمر الصحفي، لأني ممكن أول ما في تاريخي في سمبوس يونايتد أدخل المؤتمر الصحفي. بس يا جماعة التشكيلة أنت تلعب دورها، نحاول نسعد الفريق بأكثر شكل ممكن، لم نتأثر.
يا نتائج فريقكم متفاوتة نوعا ما، متأخرا مؤخرا مش متفاوتة. نحن نفوز حرفيا، يعني أنا على ثقة 100% إن أنا مستوانا سيتحسن وسنرى معدن هذا الفريق في وقت قريب جدا. And that's all we have time for today. Thank you. بالنسبة لنا فريقنا يقدم مستوى جدا جدا ممتاز. يعني الحين يعني شوف، يعني آخر خسارة خسرناها كانت من كولتشستر اللي في أغسطس، والحين نحن في شهر أكتوبر، يعني صارنا شهرين ما خسرنا، بنلعب ضد بيتر بورا اللي هم المركز الأول في الدوري. يا خلونا نحاول إن نبدل نبدل أتوقع إني أنا ببدل. بالنسبة لي ألفيس ممكن يدخل أول مباراة له بديلا لمنو؟ لسافج، سافج الكابتن. انا اسف بس بندخل الفيس يلعب اول مباراة له، وان شاء الله يقدم مستوى ممتاز. منزلنا في بداية الموسم، لكن هذه المواجهة بين المتصدر والوصيف راح يكون لها تأثير اوكي كبير. اوكي اوكي هذه المباراة بين الاول والثاني في ملعبنا، ودخول الجماهير إلى أرضية الملعب هالشي بشكل أبو إنجرام أو أبو واحد من اللعيبة اللي عندنا. يا ندخل إلى أرضية الملعب في ملعب كابتن الإمارات ضد بيتر بورو في الأول ضد الثاني. بيتر بورو المركز الأول، نحن المركز الثاني، ولو فزنا في هذه المباراة ناخذ الصدارة. وبرنت موجود في التيفو. برنت اتمنى انك تقدم مستوى ممتاز في هذه المباراة، ونحن نلعب باللون الاخضر والازرق وهم يلعبون بالطقم الاسود والوردي. فنتمنى ان نفوز في هذه المباراة مع انجرام كونه كابتن لاول مرة، ممكن مع فريق سامبوسا يونايتد. بيكر، بيسي، نولس، الفادي، بالدي، الفيس، لعبنا الجديد انجرام، ادواما، اسيفوا، برنت، وفورد. فهذه تشكيلتنا لهذا اليوم في هذه المباراة. ليتس جو. انا غلطت في الباس. اوكي. بناء جيد لهذه الهجمة. وكا غاو 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 با 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 خلاص خلاص بردت فعل برشاقة. اوكي حارس المرمى ينجح في الاختبار، كرة كانت من مسافة قريبة لكن ردت فعل خيالية. خلصت من دفاعنا. اوكي كرة ثابتة وركلة ركنية جديدة. الفيسي خلصها في النهاية، كانت فرصة سهلة للتسجيل لكن الكرة مرت بجوار القائم لتخرج برا الملعب لتستمر النتيجة على حالها. وذلك تسلل فيها، تسلل فيها، تسلل فيها، تسلل، سجلوا هدف لكن كان لاعب مثل كرة حلوة. أدواما، برنت، برنت، تسديدة تخلصت من الحارس وتصطد في العارضة. أوه، أول فرصة لنا. وكرة تسديدة تخلص من بيكر. أول تسديدة لهم في الشوط. صدها هارفي بيكر. كرة عادت. برنت. يلا يلا خلصها، انزين خلصها. ربع ساعة الأخيرة في هذه. اوكي انا ببدل الحين. في لاعبين ما قدموا مستوى. يدخل ايبوسيلا، توبن، و اتوقع ما في حد، او خلينا نخلي اسيف ويلعب بس بدال برينفورد. ايبوسيلا يدخل مكان منو؟ مكان ايبوسيلا او اسيفوا. وضعيه اختلفت، ايبوسيلا يدخل مكان اسيفوا. واصبح الفريق المسيطر على الكره. انتكا بنات حلوه
يلعبها أسيفوا أسيفوا بنت بنت الهدف الأول، فجر الكورة في المرمى من ميسن بنت، 1-0 ليتس جو بنت يا وحش، الله عليك. يا سلام يا سلام، في المباراة المهمة يظهر ميسن بنت الهدف الأول. خلينا نشوف تسويبة الكرة، قوية من عادة حارس الكرة المرمى، لعبت وتكتل بالثب، حطها في أسيفة القوة. أسيفة، تسديدة من بنات في الشباك، حطها في 90. يا سلام عليك يا بنات، خلاص منها. تايلور، هاي ثانية الكرة مرفوعة، تمويلات، دفاع 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 لدي فرصة دفاع، لإرسال كرة عرضية، تقدرون تخلصونها سيئة وتتخلص منظر وكذي تسديدة. تنتهي المباراة. فزنا على المركز الأول وهات الصدارة يا حبيبي. مستوى الهدف، التسديدة الأمريكي فزنا الممتاز في هذه يعطي ثقة المباراة بهدف للمنتخب ميسن ويدفع برنت، الانتصار واحد للمنتخب صفر يا جماعة. بأقوى فريق وفزنا على في بيتر العالم. بورا وكذي ناخذ الصدارة يا جماعة. هم ليتس جو، خذينا الصدارة غصبا عن لقبت خشومكم بأقدام يا المباراة، شفت نقل الكرة بثقة بيتر كبيرة. بورا. فمسجل هدف ميسون برنت، الهداف سوبر برنت. فام اوكي، شيء انت تحبون تشوفونه، المركز الاول لفريق سمبوسة يونايتد. لعبنا 16 مباراة، فزنا في 10، تعادلنا في 3 وخسرنا 3، لنا عندنا 28 هدف واستقبلنا 14 هدف، كممكن أقوى دفاع في الدوري وأقوى هجوم في الدوري. ف نروح عند مباراتنا الأخيرة في شو؟ في الحلقة ضد بليموث أرجايل. ف هذا بليموث أرجايل حرفيا يعني هم في المركز 15 اتوقع، وفزنا في هذه المباراة. فودو برنت سجلوا الهدفين، ف نايس. ف يا الحين اتوقع ان بالكاري هو يبغى ان، ما حرفيا يعني بالنسبة لي، انا ما كنت ابغي ان يتم في الفريق، بقبل العرض يعني حرفيا ان احنا خذيناه ببلاش وبنبيعه بمليون، يعني ها شيء مو ممتاز يا جماعة. فأيضا ستيوارت بنعيره ورافرتي بنوديه عارف بس. ف يا تحديث مراقبة شهرية، أنا من فرنسا، إن شاء الله يكون في لاعب زين على الأقل، أو في يعني لاعبين أنا مخلينهم مني، هذا ممكن يكون زين، هذا ممكن يكون زين، هذا ممكن يكون زين. يا وأيضا لازم أركز على الأكاديمية يا كابتن عمر، لازم تركز على شو، على الأكاديمية. فعندنا من ألمانيا لاعبين، هذا لا، هذا زين بنيبة، هذا لا، وهذا أوكي، هذا 625 ألف، ليتس جو نيبة. يا خلينا نروح لأكاديمية الشباب اللي عندنا، نشوف اللاعبين اللي نحن حاطينهم متوازن. هذا على سبيل المثال الألماني ستي يلعب، خلينا نشوف. ها عنده مراوغة، عنده إيقاع، تسديد مو بهذاك الشي. فمتوقع اني انا بحطه جناح يلعب، متوقع وشو ويلن فضله، ويلن فضله يسار اتوقع، فاهم، اتوقع انه يلعب جناح يسار. فاهم يعني ايضا يعني هذا اللاعب اللي هو رويال، ما ادري هو ليش اصلا عندنا في اكاديميتنا، بس هو سي دي ام، فاهم، بعطيه هو سي دي ام، اتوقع اني انا بحطه الحين قلب مدافع، لانه ان شاء الله يعني اني اتطور وهو قلب مدافع، لانه هو ما عنده احصائيات في الوسط، عندنا توماس هذا مهاجم. ف يا ايضا اقدر اقول عنه انه هو يعتبر جناح، بس هالمرة جناح ايمن، لان ليش يا عمر؟ لان
تاعهم ما عنده احصائيات هجومية. ف عندنا كولون، خلينا نشوف هذا شو ينفع، اتوقع انه ينفع كام، خلينا نشوف هل هو ينفع كام ولا سي دي ام. مو ما ينفع سي دي ام، كام هذا كام. ف يا حاول نغير مراكز لاعبينا، يعني استعمل خبرتنا الكريمودية. هذا السي دي ام بس عنده ايقاع و مراوغة، فهم هل ينفع يكون جناح؟ اتوقع اني انا بحط السي ام يعني لانه ما عنده دفاع على الاطلاق. اما هذا فوكس، خلينا نشوف هو عنده مراوغة وتمرير، اتوقع ينفع يكون كام ايضا. ما بخلي سي ام يعني. اما هذا هوجت، هو كويت اللي هو، خلينا نشوف هو عنده ممكن سرعة، خليه جناح يسار. يا هذا هو جا. حاول ندرب لاعبينا على لاعبينا من الأكاديمية، إن شاء الله إنهم يكونون شيء ممتازين في المستقبل. فاهم يا خلونا نسوي سكيب ل ممكن مباراتنا هذه اللي بتكون ضد في كأس بابا جونز، و نختم حلقتنا بمباراة بولتون. فاهم يا نسوي سكيب حق ساتن يونايتد، وفزنا 1-0 عن طريق سيفو. ساتن يونايتد اللي يذكرون أول حلقة هم الفريق اللي فازوا علينا، يعني ممكن كأول مباراة، أتوقع أنهم فازوا علينا في أول مباراة في تاريخنا كسمبوسة يونايتد، وانتقمنا منهم في هذا الكأس. عندنا مباراة ضد المركز السادس بولتون، بولتون ووندرز كانوا المركز السادس، هم المركز السادس أصلا بولتون. فتعالوا يا بولتون نلعب ضدكم بتشكيلتنا الأساسية. خلنا نبدل دال سافيج، نحط ألفيس. يا ليتس جو على هذه المباراة. اوكي يا جماعة، بولتون واندرز في ملعبنا، هذا الفريق اللي هو في المركز السادس. يا عندنا فورد، براين فورد اللي هو ثاني الهدافين في الدوري لنا الحين، مسجل 11 هدف في الدوري، وهذا شيء ممتاز بالنسبة له. يلا خلنا نبدأ ضد بولتون واندرز. هكو بنت الهدف الأول، بنت في الدقيقة الرابعة يسجل بنت. أنا آسف إني أسوي شي في كل الأقوال، بس هل إن إحنا نسوي في الانستغرام شي. هدف أول 1-0 يسجل ميسن بنت، هدف أول في الدقيقة الرابعة. أوكي ليتس جو. شوف إعادة الهدف كبيرة جدا بين الفرق، بالذات في مسألة المقدمة، لأن الفارق بسيط جدا في النقاط ويفتح المنافسة للجميع. يونايتد يبحث عن طريق المرمى. أدواما أدواما أسيفو تسديدة وفي المرمى، يا الله. وكا عرضية، أوكي أدواما أدواما تسديدة في العارضة، كمان العارضة، حرام حرام ما سجلناها. هكا يلا بنات يلا بنات يلا بنات يلا بنات يلا بنات، خلص عليهم خلص عليهم خلص عليهم، مع السلامة مع السلامة مع السلامة، خلاص خلاص خلص عليهم خلص عليهم يا بنات. يس ليتس جو، خلص عليهم يا بنات عليهم. هدف ثاني 2-0 ليتس جو. البحث عن هجمة مرتدة،
وبنات هكا يلا هسي تصويت الملك فوت شغلة تصير الله تتخلص ينقذ هكا حسن عاد الملكة من ابراهيم هذا فوت الخطيرة. ابراهيم فوت تدخل تتخلص ويحسب في حكا المكان المناسب. لا 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 وفي لا حتى في لا اللحظة الأخيرة لا كيف ابراهيم لا لم لا ابراهيم تتخلى فوت لا يا ابراهم فوت اتمنى انه ما فيه شيء، اتمنى انه ما ينصاب لان انا اشوفه انصاب طايح على ارضية الملعب. لم يتوقف بسبب الإصابة. انا بعرف ليش يعني دائما الكثير من افضل لاعب الإصابات عندنا، الدولية يعني والإصابات حرفيا افضل لاعبين اللي عندنا التبديل. ينصابون للاسف. يعني تبديل اضطراري يدخل لاعب تبديل نائي لحظات بوسيلة. انا ما ادري ليش افضل لاعبين عندنا ينصابون. تستأنف المباراة من جديد من خلال إسقاط الكرة. هاتكا فرصة الآن للكرة انجوان مرتدة. يلا يا ابو سيدة هاكا إلى حلوة الرهيب الله حلوة التمريرة. انجوان تسديدة في تصويت التبديل الشباك لتسجيل هدف هدف ثالث الشباك. أرقام ثلاثة كبيرة صفر يمكن الفريق الكرة يسجل المرتدة انجوان بهذه السرعة الهدف الثالث على النهاية. اللي هو يعتبر اول هدف له في الموسم. الله عليك يا انجرام يسجل عليه مويخ خلصها. لا أصدق كيف أنها لم تدخل. أي كرة ضاعت، أي عارضة تدخلت وكانت حاسمة في هذه الكرة. ادواما كرة من كرة بنات الاستثناء ادواما والهدف الكرة الرابع الأرض هدف 4 0 التبديل يسجل وهو ادواما يعرف اول هدف الصعاب. سجله فيه 4-0 4-0 رباعية في مرمى بولتن هدف رابع 4-0 ليتس جو. أدواما سجل بعد اسيست من بنات سوى اسيستين في إعادة و الهدف مرة أخرى سجل هدفين. ألاحظ وجود لمس للكرة قبل دخولها لكنه لم يكن كافيا لمنعها. المدرب راح يلجأ لدقة البدلاء في نولس اللحظات القادمة. تدخل جميل من اللاعب خلص وكذي صفر تنتهي أهداف المباراة مرمى وهو بنتيجة هدف في هذه 4-0. المباراة اليوم فزنا وجود على اللاعب. بولتون واندررز بنتيجة 4-0 وهم المركز الخامس. ما يعتبرون فريق سيء بس نحن فزنا عليهم كنا أفضل منهم. بيتر بورا خسرانين بيتر بورا خسرانين فهذا يعني ان نحن نستمر في الصدارة. بس خلنا نشوف شو الخبر السيء. لا لا ابراهيم فوت خلص موسمه خلاص انتهى موسمه. الرباط المتصالب الامامي 7 اشهر 7 اشهر بيغيب عنا هذا اللاعب. كان ممكن يكون ممكن يحصل جائزة افضل لاعب في الحلقة بس ان اللاعب حرفيا ممكن يغيب ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وابريل ومايو يعني انتهى موسمه خلاص خلاص حرام. خلينا نشوف فليتوود اذا هم فريق قوي ولا لا. اذا هم فريقهم مو بقوي بس يسكب حق المباراة 18. استبدال لاعب الناقص بروحي انا ببدله. امي بوسيلا الامال كلها عليك الحين. شو بعد شو المشكلة ما في مشكلة. لا تعادلنا 2-2 يا الله تعادلنا 2-2 ضد المركز 18 بس يعني عادي. نحن لا نزال عندنا مركزنا في الصدارة مركز الأول عندنا 40 نقطة حتى لو فازوا الفريق اللي ورانا بنتم عندنا المركز الأول فرق نقطة. بلاك بول خلنا نشوف هذيلا حطوا الفون اوكي
طيب وصلوا ونسيت سكيب بلان باي، ان شاء الله نفوز ان شاء الله نفوز ان شاء الله نفوز. فزنا 2-0 توبن وعسيفو سجلوا. الحمد لله. يا الحمد لله على كل حال، انه عادي عشان يصير. يا لا تقول انه بعد بالدي انصاب، يا الله اخ لا تقول لي انه اصابه طويله، بليز لا تقول لي انه صار 3 اشهر. اخ انا بصيح انا بصيح، شو هذا حرفيا؟ يعني جتنا اصابتين، اصابتين الاهم لاعبين في الفريق، ويلكنز بين باع انا قبلت عادي خلاص يعني. واتسون خلي يروح عارة، حتى رفتي يروح عارة، ايفانز خلي يروح عارة. اوكي خلينا نشوف اللاعبين اللي خلصوا من خطط تطويرهم، وخلينا نشوف هل بيصعدون ولا لا. تغيير مركز صعد، صار 54، ليتس جو. خلينا نطور الدفاع. كولدن كولون غير مركزه، صار 50، ليتس جو. يا خلينا نشوف هوجت غير مركزه، صار 52، ايضا ممتاز. واللاعب هذا توماس، هل اتوقع انه يصعد اكثر شيء؟ 57 صح، شيء ممتاز، ليتس جو. فهمية عنا لاعبين للحين ممكن ما تغيروا مراكزهم. لاعبين مهمين مصابة، لاعبين مهمين في نادينا. بالدي طاقته 73 انصاب. من يكون بداله اصلا؟ نحن ما عندنا حد غيره. خلنا نجيب لاعب يعني من، انا اسف يا جماعه اني انا اجيب وايد لعيبه، بس انا بسكر هالحلقه الحين. فاهم؟ هلا وصلت الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، والجايز كان معكم حماي وكابتن مات، مع السلامه.